عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي عن رب العزة عندما يسأل الملائكة سيدنا جبريل في ليلة القدر ماذا فعل الله في حوائج المسلمين، وكان نص الحديث يقولون: يا جبريل، ماذا صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. فقالوا: من هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع الرحم، ومشاحن. قيل: يا رسول الله، ومن المشاحن؟ قال: هو المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق 3 أيام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جعل الله شهر رمضان شهر الخير والحسنات، ولكن من لم يصم رمضان إيمانا واحتسابا فليس لله حاجة منه في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لن يتقبل منه الصيام، وهو من الذين لا يغفر الله عز وجل لهم في رمضان.